الماضي 4-1 كان نتيجة اللقاء الدور الأول في ملعب المستائر لصالح نادي فالنسيا. سجل هاتريك سولير اللي اتصاب وخرج، وكان سجل أيضا ضرب من خطأ وهدف كان لكريم بنزيما. ثم في الدور الثاني بنزيما وكروس هدفين لنادي ريال مدريد أمام فالنسيا. على طول كرة عالية، استلام حلو قوي من جانب النجم كريم بنزيما، وادي التعادل أمامنا. هنا يأتي فينيسيوس، كريم يصنع وفينيسيوس يسجل، هنا التعادل في الدقيقة 86. فينيسيوس يسجل التعادل في الدقيقة 86. النادي الملكي يتمسك هنا في هذه المباراة رغم الأجواء ورغم الظروف، وفينيسيوس إلى 5 أهداف يتساوى في قمة الهدافين مع كريم بنزيما أمامنا هنا بعد ما سجل في هذه الكرة في هذه اللقطة. روعة 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 في اللقطة اللي فاتت أمامنا، روعة روعة روعة. كان في شراكة مع أورا فابان في المركز الثاني، لكن خلاص هنا أمامنا هو يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب كريم بنزيما يلعبها حلوة قوي. والأول مرة بقى فوركيير يترك المجال ويترك المساحة، وكرة تخدع الحارس المرمى هنا عشان تسكن في الزاوية الضيقة. لبثت الكرة في قدم فوركيير تخدع الحارس جورجي ممار دجافيلي أمامنا هنا في اللقطة اللي فاتت. ممار دجافيلي في مرمى أمامنا هنا يسجل فينيسيوس، لكن بعد ما لمست الكرة في قدم المدافع فوركيير وفينيسيوس موجود، يبقى الريال حاضر لأن فينيسيوس هو المنقذ، هو السوبرمان في هذا الوقت من اللقاء.